مدام فردوس، يعني لو حضرتك جالك الفرصة ان يكون معاكي فلوس كتيرة علشان تعملي عمل فني، ما فيلم سينمائي، مسلسل، تمثيلية، مفيش ما عادش تمثيليات زي بتاعت زمان. هو مفيش بقى، لا مسألة ده كان التمثيلية مش دلوقتي بقى المسلسل، 60 حلقة تمثيلية. وبتاع يعملوا تمثيلية. ايه اللي تعمليه؟ أعمل موضوعات تهم الناس، موضوعات تفيد الناس مش تضرهم زي ما حاصل دلوقتي. في بعض الموضوعات مضرة جدا بالناس، يعني احنا السنوات اللي فاتت ياما سمعنا ألفاظ ما يصحش إنها تتقال أبدا، وعمرها ما كانت بتتقال، وخصوصا طبعا في التلفزيون ولا السينما الحقيقة. يعني طب ما احنا بنشوف، ما الناس بترد على الكلام بتاع حضرتك ده وبتقول ان بعض الناس يعني بتقول ان ما هو ده الواقع. لا، الواقع مليء، سوري أنا آسفة، بالبذاءات. هل أنا من وظيفتي إن أنا أطلع البذاءات؟ أنا من وظيفتي إن أنا أعمل رسالة تفيد الناس وتخليهم في وضع أحسن من اللي هم فيه. هو ده رسالة الفن، مش إن أنا أخليهم أسوأ وأعلمهم يعني الكلام اللي مش كويس وأعلمهم. ده في مصطلحات عجيبة الشكل طلعت في السنين اللي فاتت دي، يعني أنا ما بقتش متخيلة إن ناس بتقولها في يعني في مسلسل. جهاز مهم زي ده، اللي بيخش كل بيت واللي فيه الأطفال واللي فيه المراهقين واللي فيه الصبية يعني. فالحقيقة عايزين النظام اللي كان موجود في مصر يرجع تاني بالنسبة للفن والأخلاقيات.